ودلوقتي جه وقت الالعاب، وقبل ما ندخل على الالعاب احب اعرفكم بحنين ونسمع لها سقفه جامده جدا. هي حنين من شكلها الخارجي تبان مزه صغيره، يعني في بوادر ان شاء الله وتكه كبيره، ولكن من جواها واللي انتوا هتشوفوه اللي هي بتعمله فينا تحسوا ان في نظره صغيره، سجانه مدقره، يعني في حاجه كده صعبه، بس احنا مستسلمين وان شاء الله نتغلب عليها ونفوز في الالعاب، مش كده؟ ان شاء الله. يا شريكه يا شريره يا شريره. اتفضلي يا استاذه حنين انطلق. اولا ازيكم عاملين ايه؟ حلوين. الحمد لله. كويسين؟ الحمد لله. عايزاكم تركزوا معايا جامد، ماشي؟ اوكي جدا. حاضر. نبدا، جاهزين؟ جاهزين. قولوا لي اسامي افلام ليها علاقه بالسواقه. من يبدا؟ ليلى. اوكي اوكي هنا. لا ثانيه واحده. عفاريت الاسفلت. صح. سواق الاوتوبيس. لا 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 خلاص. سواق الاوتوبيس. انا كنت هقول اللي بعد. كنت هقولها. عايزه عربي ولا اجنبي عشان انا اي حاجه قولي. اي حاجه. طيب في ترانسبورتر. اللي بعده خلاص. يلا يلا. فاست فيريوس. بس تاكسي الغرام. العربة الطائشة. شفتي شاطرين ازاي انت بقى؟ احنا بتوع الاتوبيس. يلا يا لان. كان اسمه ايه؟ سبيد. سواق نصف الليل. تو. ماشي يلا. سواق الهانم. يلا يا لان. اللهم صل على سيدنا محمد. ما فيش. ليلى بره. اوكي. انا احب اين خير الامور الوسط. جدعة. معلش يلا بقى. يلا يا نشوى. سائق الليل الحزين. ماشي يلا يا نشوى. ايه طائر الليل الحزين؟ ثانية واحدة. غشاشة. الدور على شباب بس. ايه اللي انت قلتيه ده؟ فيلم سائق الليل الحزين. مفيش فيلم اسمه. لا لا انت صغيره وما تعرفيش. في طائر. لا مفيش. ما انت لسه. لا انا هغشش. لا مفيش. انا اقول. انا اقول. انا واحد واكسب. يلا يا شيماء. لو قلت انا هكسب. يلا. صح؟ صح. 55 اسعاف. ايه برافو شيماء. برافو. ركزوا. هقول لكم اسامي حاجات في العربيات وانتوا تقولوا لي ايه دي. ابتدي انا بقى. انتوا كل مره تخليني اخر. هنبدا بليلى. برضو افندم ديكتاتورة. عشان انا اول واحدة بطلع. ماشي. يعني فاهمة؟ انا متشكرة على حنيتك. تبداي في النص. اوكي. ماشي. اتفضلي يا سيدي. الكربيراتير. الكربيراتير ده اللي هو فيه البنزين، اللي هو لما بيتسد الكربيراتير. عارفة؟ يعني دي الابرة اللي بتوصل البنزين للموتور. ماشي؟ يعني يعني نص ربع. ماشي. أصل بص. والله العظيم والله العظيم والله العظيم اشتغلت 3 ايام بس صبي ميكانيكي. ايه ده بجد اشتغلت صبي ميكانيكي؟ لا. بتسرح منها كده ما تركزوش. يلا يعني اتفضلي. في حياه اخرى. من فضلك سؤال سهل عشان انا لسه في مبادئ الميكانيكا. يلا. بالراحه. ماشي. ومش هتبقي انت واستاذ عماد عليها بصراحه. يعني كفايه. التكيهات. ايه؟ التكيهات. الايه؟ قصدك أيوه. التكييفات؟ لا لا. اللي في العربيات؟ لا انا بقول صح. اسمها ايه اخر كلام؟ التكيهات. التكيهات. التكيهات جمع تاكي. مراتب يعني. ايوه. كل واحده تكوى من دول بتتحط اسفل عجله، فالتكوى بتتجمع تبقى التكيهات. ده فاتي على فكره. ثانية واحدة. ده فاتي. بتقولي لي أنا فاتي وأنا قد. أيوه أيوه. أنت قد. قدمينا قدمينا. يلا اللي بعده. يلا شيماء. يلا يا شيماء. اتعلموا بقى من المعلم. إيه ده أول مرة أخرج ما أخرجش أنا الأول. لا كده في حاجة غلط. هي مش هتخرج. هي نشوى مش هتخرج. نشوى بره. خلاص بره. طب ارجع بقى لورا زي لايك. يلا. إديتير. الإيه؟ رادياتير. دي البتاع القربه اللي بيبقى فيها الميه. صح صح بجد. والله العظيم مش ده اللي كنا بنحكي فيه. شاطرين. ايوه ما هي العربيه ما جابت وش. ايوه بالظبط. ايوه ده صح كده. اصعب قطعه غيار خلي بالك. لا انا بقول دي مش موجوده في العربيات كلها على فكره. لا كل العربيات فيها تكيهات. يلا. وش السلندر. على وش السلندر لما يضرب. بعيد عنك. ده بتاع كده بتغطي الموتور وهي اللي جواها السلندر اللي بيبرد. طب ليه
ابعد عنك لما ينقص الزيت او الميه البطاطس تروح معروف. يروح مطرشه يعني عمره موتور كامله اول ما تخبطي العربيه في شجره بس اسوء حاجه تلاقيه بيطلع يا دخان كده شفتي الكلام ده ايوه حبيبتي نشوه انت بتسالي انا عارفه انت صح بصي خلاص في البدايه يلا يا احنا في البدايه ولازم تبقي رحيمه بيا من المسابقه ما تلغيش انا بحكم صح نشوه يعني حجمك ده ما ينفعش تبقي قاسيه كده نشوه طلعتي من المسابقه شفتي الناس المحترمه حضرتك اتفضلي يلا انجن بلوك ايه حبيبتي انجن بلوك اي سي يور بوك انت بتقولي ايه ردي ارد على ايه وده كلام يترد عليه اساسا لا ده حاجات مامتي قالت لي ما ترديش على اي حد يشتمك شيماء قولي نعم اعترفي وقولي انت مش عارفه قولي إيه اسمها ايه تاني وانا احاول افسرها انجن بلوك انجن بلوك لما يبقى حد عايز يجي يخطفني ويغتصبني ويدخل في العربيه فاقفلها واعمل له بلوك صح غلط لا صح قلت لك قولي من الاول الصراحه ان انت مش عارفه جميله يلا يا ستي دي اول حلقه وعايزين نستفتح كده ان تطلعي لي خطه ما انت ما نجحتك في استني بقى الفايزه في المسابقه الثانيه هي ليلى سقفره المهم خلصت حلقتنا لحد كده وهنرجع بظهرنا ونركن شويه بس استنونا بكره في حلقه جديده من 3 في 1